وهذا سائل يقول: ظهر في الآونة الأخيرة في بعض التسجيلات أفلام يعرض فيها قصص للأنبياء، فيها ناقة يقولون أنها ناقة صالح، وعصا يقولون أنها عصا موسى، وطفلا يزعمون أنه موسى في التابوت، فهل جائز شراؤها للأطفال؟ لا يجوز، هذا حرام. وقد صدر من هيئة كبار العلماء قرار، ومن المجمع الفقهي في مكة صدر قرارات بتحريم تصوير الأنبياء. يحرم تصوير الأنبياء، بل صدر قرار بتحريم تصوير الصحابة رضي الله عنهم، فلا يجوز هذا، ويجب إتلاف هذه الأفلام لأنها محرمة.